أريد أن أرحب مجدداً في البيت الأبيض بجلالة الملك، صديقنا الوفي والمحترم. نعرف بعضنا منذ وقت طويل. أريد أن أشكرك يا جلالة الملك على العلاقة الطويلة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة. لقد كنت دائماً حاضراً من أجلنا، وسنكون دائماً حاضرين من أجل الأردن. أريد أن أشكرك أيضاً على قيادتك الحيوية في الشرق الأوسط. أنتم تعيشون في منطقة صعبة، أرغب بالاستمرار في تقوية علاقاتنا الثنائية. بيان البيت الأبيض بشأن لقاء الرئيس بايدن بملك الأردن عبد الله الثاني. أعلن الرئيس بايدن باعتزاز عن تزويد الأردن بأكثر من 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19، وتشاور الزعيمان بشأن فرص تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وجدد الرئيس بايدن في هذا الإطار دعمه القوي لحل الدولتين كتسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، واحترامه لدور الأردن الخاص في الوصاية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. وعبر الرئيس عن دعمه للحوار بين الأردن والحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأشاد الرئيس بايدن بالدور المهم الذي يلعبه الأردن في استقرار المنطقة. وناقش الجانبان دعم الولايات المتحدة لتحديث الأسطول الأردني من طائرات F-16 المقاتلة. الأردن شريك قوي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. أعتقد كذلك أن اللقاءات العديدة على جدول أعمالك يا جلالة الملك دليل قوي على أن الأردن لطالما حظي ويحظى بدعم كلا الحزبين، وأنه شريك ذو قيمة في نظر كليهما. لدينا مصالح مشتركة عديدة مع الأردن، ليس فقط محاربة الإرهاب والعناية بملايين اللاجئين من سوريا وغيرها وتهدئة الوضع في العراق، ولكن أيضاً تهيئة الظروف لحل حقيقي للدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الأردن كما نعلم رائد في إبرام اتفاق السلام مع إسرائيل، والآن مع تطبيع دول أخرى لعلاقاتها مع إسرائيل يصبح من السهل أن نغفل الأشخاص الذين ينبغي أن يكونوا أكبر المستفيدين من هذه الاتفاقيات. لذلك نريد أن نضع الناس الذين تم تهميشهم بمن فيهم الفلسطينيون في صلب هذه الجهود، بحيث نرى مشاريع يمكن أن تعود بالنفع على الأردنيين والإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. جانيت يلن وزيرة الخزانة الأمريكية: إن التحديات التي يواجهها الأردن والتي عقدها فيروس كورونا ساهمت في تشجيع جلالة الملك على مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تساعد الأردن على تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل. كذلك أرحب بالشراكة بين البلدين في مكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.